لك على الندوة القيمة. ثانيا أنا طبعا أكثر الأسئلة سألوها الأخوان، ولكن أنا أحب أعرف وجهة نظرك بالنسبة إلى أن البحرين حقيقة مرت بتسويات سابقة كما تفضلت، ولكن هل نحن أمام تسوية الآن أيضا ونعيد الكرة كما كانت في السابق، أم نحن نريد أن نغير نظام بشكل جذري إلى نظام أفضل؟ وكيف نستطيع ذلك في حين أن هناك تباين بين أطراف مختلفة من المعارضة الشعبية وإلى المعارضة المتمثلة في الجمعيات أو في الأحزاب السياسية الأخرى؟ تمام. محمد مطر، شكرا. وما أطراف المعارضة من خارج الجمعيات دائما ما تطرح موضوع الاستفتاء، وإن كان الحكم يهرب حاليا لكن واضح في خياله أن هذا هو الحل. الإشكال أن الاستفتاء بالمعادلة الحالية النظام يحتاج إلى هي أقلية موالية اليوم صحيح مع بعض الأطراف في الذي قد نقول أنهم الطائفة المعارضة، لكن يعني شوية تسحب منهم وشوية معارضة رخوة يعني أو لا معارضة موجودة بس يعني في أطراف كلامية في الأوساط الشعبية، بإمكانك هذا أنا بستثني المجنسين، بإمكانك أن تصنع كتلة فعلا تضع أصواتها نعم إلى 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 خلينا نقول برنامج قد يطرحها النظام، قد يكون مر لكن سيفرض يعني ب50% ب60%، هذا الرقم النظام بإمكانه تحقيقه. سؤالي دكتور، فرض هذا النوع من العقود الاجتماعية يورطنا أم فعلا قد يكون حل؟ شكرا لك. تفضل دكتور. عندك علي مشيم يتكلم عن تقييم مبادرة دولي العهد. لا يعني أنا أعتذر ما راح أسمي أي سؤال، بس بحاول أجاوب على اللي أقدر عليه. مبادرة سلمان بن حمد ومبادرة ولي العهد تنصب ضمن المبادرات، ضمن المحاولات لإعادة اللي ما أسميه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه يوم 13 فبراير. يوم 13 فبراير 2011 كان مناسبا لفئات كثيرة في المجتمع، الحكومة وفي المعارضة. في عادة الساعة إلى الوراء إلى 13 فبراير هذا مشروع تسعى إليه السلطة، هذا أقصى ما تستطيع أن تقدم الآن أو بالنسبة إليه. كيف تستطيع هذا؟ تستطيع أن تصل إليه بأن بإقناع فئات واسعة أو فئات مهمة في المعارضة بأن هذا هو الحل المطلوب، هذا هو الحل الممكن، هذا ماذا وإلا البلد متجه إلى إفلاس أو متجه إلى حرب أهلية أو متجه إلى ضغوط دولية أو ننتظر الحل الإقليمي إلى آخره. هذا النوع من التسويق للتسويات التي تناسب السلطة رأيناها وسنرى منها كثيرا. أخشى من أن فئات واسعة، فئات مهمة، قيادات مهمة داخل الوفاق أو الجمعيات السياسية تقتنع بأن بالفعل هذا هو الحل. عند ذاك نرجع إلى ما كنا عليه في 66، أي أنه حلول وتسوية لصالح السلطة، حصلت المعارضة على بعض تسويات. في كل انتفاضة نحصل دائما نتقدم إلى القدام، إحنا الناس يعني يحصلوا على شوية تسهيل، الجامعة استوت، الناس حصلت بعثات، يعني النوع من التسهيلات. والعائلة الخليفية متعودة على تقديم تنازلات. رنين الذهب هذا مهم، وأيضا القمع، يعني في ناس خسرت مداخيلها، في ناس ما تشتغل، في ناس ممنوعة من العمل، في ناس مثل الموجودين كثير منكم يعني مهجرين، يعني ففي وأهاليهم يتعبون، ففي ضغوط نفسية وهذه تلعب عليها السلطة، ومثل الآن مثل ما لعبوا عليه عبد الرحمن الباكر اللي كان عنده إمكانيات وعنده وتعب نفسيا من وجوده برا. وهذا يعني فما ونحن في سنوات السبعينات والتسعينات إلى آخره. بالتالي نصيحتك في التعامل مع المبادرة كيف؟ أن المبادرة هذه لا تقود إلى تسوية غير صالحة للناس وتؤدي إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه. تقول لك ما في خيار. الخيار موجود، الخيار هو نفس الخيار
الذي واجهه مانديلا في نظام في جنوب افريقيا. لماذا ان نقبل ان هذاك بالمناسبه هذاك ما كانوا متدينين ولا شيعة ولا عندهم عقيده اللي انت تتكلم عليه، وما ذلك صمدوا صمود هائل وحققوا هذا الانتصار. العقائد مهمه، ولكن في هذه الناحيه صمدوا، والناس كانت تقنع، تاتشر كانت تعتبر ارهابي. سنه 86 يلا هو هذا يلا حصل على تخلص من لقب ارهابي في امريكا. فهذه 2008 اسف فتتخيل يعني كلمة صمود الذي يرددها أخونا اللي كان أخونا نبيل دائما يرددها بالثلاث الواوات صمود، هذه مهمة جدا. لأنه إذا السلطة الخليفية تعرف أن احنا ما عندنا صمود، نفسنا هذا المستمر بس خلال هاليومين كل شيء يقدر ينباع. إذا يعني ممكن مو بس مبادرة سلمى، ممكن نقبل حتى تاريخيا، احنا تاريخيا وهذه تعود إلى كتبنا، كان دائما هناك طرف إصلاحي في الخليفة. دعيج كان أيام 56، دعيج الإصلاحي هو اللي حاكم قادة الهيئة وكان يسوق على أنه إصلاحي. ولي العهد وإحنا في السبعينات كان يقال لنا هذا حمد، في السبعينات كان يقال لنا هناك صراع بينه وبين رئيس الوزراء وهو الطرف الإصلاحي، وكان حسن فخرو يسوق من ذيك الأيام. إنزين، والآن يجينا نفس الشيء عن ولي العهد. هذا النوع من التسويق لمبادرات جيد طبعا يعد ماذا يعكس؟ يعكس ان السلطه ايضا في ازمه. هذا بدل ما يدفعك الى تعميق الازمه هم يبغونك الى ان تتنازل. في سؤال تحب تعلق على خارطه القوى الشعبيه اللي سالها اخونا علي فايز؟ الآن طبعا تغيرت الأمور عن ما كانت عليه، لحسن الحظ تغير الأمور. الآن صرت تسمع يعني في شباب صغار نسمع أصواتهم، في عندهم تأثير، مو التأثير بس إنه لازم يكون عنده كرافتة أو على رأس عمامة أو قدام حرف أيام حرف شين أو حرف دال عشان يأثر في الناس. الآن شباب صغار شابات صغار، وهذه مهمة جدا، إنه ناس يعني مثل ريحانة، ناس مثل آلاء، مثل آيات، مثل هالنوع من التأثير مهم جدا اللي قاعد يصير. وأيضا مثل ما تفضلت إن أدوات الإعلام ما صارت محتكرة، بس نرجع للتسعينات كان مساكين كان الفاكس، يعني ما يعني كان فاكس، وهذه ما كان في إعلام يعني، وكان إذا ينشرون إليك في مجلة في سكوتلندا خبر هالكبر عن البحرين سوينا عليه ضجة وحفلة وعرس. الآن تقريبا وين ما تبغى موجود خبر عن البحرين، ففي تغير لحسن الحظ بسبب بفضل هالصمود، بفضل هالناس اللي تضحيات، بفضل شهدانا، وبفضل طبعا رموزنا اللي في سجن يعني وجودهم. بس لعل علي يقصد ان انت اذا خارطة تتشكل من ناحية من جمعيات سياسية، تتشكل من تحالف الجمهورية، وتتشكل من قوى قد تكون غير منظمة، فكيف تبدو هذه الخارطة في اولا كمعارضة، إلى أي مدى هذا يعكس من ناحية تشتت أو ارتباك، أو قد يعبر أيضا عن ربما صمود أو إن شئت قوة الأرضية المعارضة، لكن أيضا قد يعكس من ناحية أخرى أن نحن كما سماه السيد مرة إزاء أيضا تنازعات. هذه نترك للغيب يعني للرجم بالغيب، بس اللي أشوف أن وجود هالعائلة هو صمام أمان. صمام أمان إن لنفترض هذا الشكل، يعني إنه يقوم الحين أبو آلاء يقول الآن وصلنا اتفاق ويا ولي العهد وبنسوي زين. هذا حتى لو يبذل ويش ما ويحط رأس مال التاريخ كله بيسوقه، في ناس صغار يقدرون يخربون هالتسوية. في خمسة هني وأربعة هناك، فريق المخارج، فريق الحمام، فريق في أبو الصيبيع، يقدرون يخربون أي تسوية. هذا شيء جديد وهذا مصدر أيضا يعني يعطي أمل في أن التسويات المحتملة
او اللي دكتور في سؤال خلي بشبكهم مع بعض جواد ومحمد مطر مع الاحتفاظ بالالقاب. في جواد يسال عن اهميه تعميق ما يسميه الشعب مصدر السلطات، على اعتبار ان احنا اذا عندنا اشكاليه في داخل المعارضه او بين السلطه وبين المعارضه افترض نلجا للشعب، اليس الشعب مصدر السلطات؟ بس محمد مطر يقول يبدو ذلك انه كنوع من فرض امر واقع عبر استفتاء. شو انا طبعا اميل للاثنين بس قلبي اكثر مع مطر. الاستفتاء مثل الدوله المدنيه مثل الجمهوريه كلام حق بهذا الوقت احيانا، بمعنى انه الاستفتاء اذا لم تكن من الانتخابات، اذا لم تكن عندك حريه في الوصول الى الناس، اذا ما عندك حريه في معرفه من هم هذا الناس، من هم المواطنون، من هم المستوطنون، من هم المجلسون، هل فيستطيع المتحكم في الاستفتاء ان يخلق ان يصل الى النتيجه التي يريدها؟ يكون الاستفتاء ممثل للاراده الشعبيه عندما تكون اليات الاستفتاء، اليات المصوتين، اختيار المصوتين، تحديدهم وقياس نتائج الاستفتاء في يد أمينة ونص الاستفتاء ونص الأساس يعني في خطر من أن نعلق كل هدفنا على الاستفتاء وبعدين نصل أن اللي يضع قانون الاستفتاء وسجلات الناخبين هو أحمد عطية. طبعا السؤال إلى أخونا حسين باختصار يقول نحن هل نحن إزاء تسوية تاريخية أم تسوية هشة؟ وللعادة ليست تسوية تاريخية وإنما تغيير تاريخي. تغيير تاريخي نعم، هل نحن إذا تغيير تاريخي أم تسوية مؤقتة هشة؟ تمام. شوف يعني تاريخيا يعتمد على شكل تفاعلك. أنا من الناس اللي عندي تفاعل تاريخي، أي أن حركة الشعوب دائما تنتصر. الخطورة هي أن نستعجل الطبخة دكتور دكتور من منظار تاريخي بعد 40 أو 50 سنة لما تقول البحرين في مثلا 72 أو البحرين في 2014 الآن، أين تبدو خلنا نقول قوى المعارضة؟ وين تبدو مطالبها؟ وين يبدو الوضع الإقليمي؟ وين تبدو آل خليفة وقوتها وعسكرها وفلوسها وأراضيها وبطبيعة الحال الدعم الغربي لها؟ يعني هل نحن إذا أن الخليفة سجل مزيد من الانتصارات أم لا أن الشعب هو اللي حقق مزيد من يعني تأكيد وجود إشكالية في شوف انا يعني اللي اشوفه اكيد انت تشوفه ان وضع الناس الان احسن، قدرتهم على الصمود، قدرتهم على التضحيه اكبر بكثير. في انا دخلت السجن 74، طلعت من السجن كثير من اصحابي واهلي وش لك يعني، اهلي يعني يحبوني وهذا وش لك. الان الأهالي فخورين بناتهم المعتقلات، فهذا فيه تغير كبير جدا، تغير كبير، وتغير في الثقافة وتغير في النفسية وتغير في القدرة على مواصلة النضال. هذا شيء إيجابي جدا. في السبعينات، في 73 شيخ عيسى قاسم حامل عريضة مالت الفصل بين الجنسين في المستشفيات، وأنا حامل عريضة أول مايو عطلة عيد العمال. هذا مطالب عندنا جمهور، وهذا يوقع وهذا يوقع على العرايض والحكومة الصفر. الآن على الأقل هالنوع من المعارك ما ندخلها، هذا تقدم هائل جدا. فهمت علي؟ إن انشغالنا كان انشغالات، الآن انشغالات حتى ما بين الجمهوريين والإصلاحيين في النظام، حتى انشغالات مو صغيرة يعني. ذيك وهذا تقدم هائل، والتقدم الأكبر اللي هذا إنه
في كنا نصفق كانوا على الأقل في 56 طلعت شهلة خلفان في مظاهرة واحدة وصارت إنجاز نسائي وبالفعل إنجاز تاريخي إنه مرأة بحرينية طلعت في مظاهرات يسقط الاستعمار. الآن عدد النساء اللي في المعتقل عدد النساء اللي دخلوا خلال الثلاث سنوات في المعتقل يزيد عن مدرسة كاملة يعني. صحيح دكتور بسألك سؤال تعلق عليه وبعدين ممكن أعطيك أيضا دقيقة إذا تحب تقول كلمة أخيرة. في 73 تم إنجاز ما قيل أنها تسوية تاريخية حينها بكتابة الدستور، لا يعتبرت يعني توافقا شعبيا بين الشعب وبين المعارضة، على الأقل إحنا هكذا اللي قرأنا، ما بعرف إذا كان لك رأي آخر. وأيضا في الميثاق بدأ أن 2001 أيضا كان نوع من التسوية التاريخية أو المهمة لنقل بين الشعب وبين المعارضة، يعني بدليل أن الميثاق حصل 98% يعني في إجماع كبير عليه، وغض النظر أو من دون أن ننسى مجموعة من الإشكاليات التي واكبت أو رافقت مسألة الميثاق، هل تعتقد نحن نتجه إلى نوع من هالتسويات يعني الرصينة إن شئت؟ أجاوب أخي ابن الآخر أنه أتمنى أن لا يقتنع أحد بهالفكرة، لا مجال الآن للتسويات كالتي شاهدناها قبل، لأن لا ضمانة لن يضمن أحد. إذا ما هي التسوية التي تجدها موفرة للشعب حقوقه؟ لا، ما هي التسوية النظرية التي يعتقد أنها أن الشعب يقبل بها؟ يعني نفترض مثل ما الافتراض اللي أنت مارد يعني افتراض خيالي، نفترض أن آل خليفة قرروا أنه لا والله إحنا نقرر الآن أن إحنا مو غزاة نبغى نصير مواطنين، نبغى نصير مواطنين ويشرع علينا، اختاروا من عندنا ملك، وهذا هالملك يحكم ولا يملك، لا يملك ولا يحكم إلى آخره، وإن بقية هذا كلها للشعب، مثل ما قال الملك، مثل ما قال الحمد بيصير مثل بريطانيا. في هذا إذا افترضت هذا ممكن تسوي. ما أراه إنه هالخليفة لا يمكن أن يتنازلوا عن موروث الغزو، لأن بالفعل أنت تتحدث عن بلد هناك الأراضي وهناك بحار، يعني حتى الأرض من أرض هذه آخر شيء لم أتخيلها، الأرض ما بين جامع الفاتح وقدام المملكة المكتبة الملكية إلى المتحف اندفنت بحر، كان اللي كان فيها النافورة هذه دفنوهم وزعوها وانباعت بعد. يسوون فيها برلمان. بعض الأراضي اللي هناك اندفنت وانباعت. دكتور بس دكتور ممكن واحد يقول لك دكتور أنت يعني تقول لي سكرتها يعني. سكرتها. ما بيصير هذا الملكة إليزابيث. يعني. فلذلك ما في حل مع وجود هالعقل. يعني تظل المأساة على الناس إذا واحد قال لك. ممكن يعني أنت إذا واحد قال لي بس. تخيل أنا لست في نفس المقام ولست في ذاك المركز، بس لو رحت إلى مانديلا، لو رحت إلى مانديلا في سنة 1985 وقلت له ما في أمل، وش هذا أنت قاعد الحين صار لك 25 سنة في السجن، أو رحت لآلاف الشهداء اللي سقطوا في جنوب أفريقيا وقلت لهم طبعا ما في أمل ذاك الوقت. لو رحت ليش شاه إيران في ديسمبر، في ديسمبر كان رئيس كارتر راح إلى إيران وقال لي إيران هي واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، بعدها بثلاثة أشهر سقط الشاه. يعني فلا تيأس من صمود الناس. شو تحب تقول المعارضة في لندن وربما يسمعنا حتى اللي في البحرين مع وجود هالتلفزيونات؟ المعارضة في لندن مثل المعارضة في البحرين، لحسن الحظ الآن وضعنا أحسن مما كان عليه في التسعينات، وطبعا مما كان عليه قبل في الثمانينات والسبعينات. الآن وضعنا الآن تقريبا نحن في البحرين ولحسن الحظ أن التواصل مع البحرين أكثر بكثير مما كان عليه، وتأثير الداخل والخارج صار أكثر تأثير متبادل، صار أكثر وضوح مما كان عليه. كان أحياناً في السابق كان في يصير بلبلة بسبب أخبار لين ما تتحقق منها،
يصير بلبل. الآن من السهل جدا. المهم في يعني إذا واحد يختم أن بس سعيد بأن التقيت فيكم الآن رغم أن هذا المناسبة بالفعل رغم المآسي اللي تتضمنها تضحيات الناس واستشهاد الناس اعتقالات وبنقابل بكرة ثنتين من اللي ضحوا تضحيات خاصة واضحة رغم كان هذا لكن هي سعيدة أيضا لأن التاريخ تغير. نحن نشهد بالفعل تغيير تاريخي في بلادنا تغيير ما كان ممكن وبعدنا البحرين تتميز عن بقية بلدان الخليج بأن المعارضة فيها لا يمكن الآن للحاكم أن يشتريها يمكن أن يلغيها في السجن يمكن أن ولكن حتى اللي في السجن لا يمكن أن يغيبوا حتى اللي في المنافي لا يمكن أن يغيبوا هذا شيء إيجابي يجب أن نعتز به وأن نكون سعداء به. شكرا لكم على الإعداد. شكرا دكتور عبد الهادي خلف على هذه الورقة القيمة هذه الندوة القيمة وشكرا أعزائي الحضور على استماعكم ومشاركتكم بهذه المناسبة عزيزة بطبيعة الحال. غدا مسيرة عندكم التفاصيل لا داعي لأن يعني أعيدها إلا إذا رغبتم. كان يفترض أن شارك ويانا والد الشهيد علي المؤمن اعتذر للضغط يعني في النهاية ولكن بكير طبيعة الحال نشكره نتمنى يشارك ويانا فرصة ثانية. يفترض يكون عندنا نشيد الآن نختم بها هذه الجلسة هي بتكون في حدود 7 دقائق أو من 5 إلى 7 دقائق وبالتالي احنا بالفعل نخلص 45 كما طلبتم. شكرا دكتور مرة ثانية. شكرا. وأخونا عباس يوسف إذا يشرفنا.